اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين. كانت ملكة الخطابة بادية عليه وهو ما زال في الصف الثامن، حيث كانت أول تجربة له في الخطابة في مساجد الريف، ليتنقل بعدها من مسجد لآخر ضمن حلب وريفها، وكانت لخطبة الدمى المستأجرة في جامع عمر بن الخطاب دور هام في سير الدعوة. واليوم مشهور بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك؟ قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا، يا صحيح دهاك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك. بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من يقود خطاك؟ وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطعت شهدا، وقل للشهد من حلاك. الله في كل الحقائق ماثل إن لم تكن تراه فهو يراك. ومما لفت انتباهي ذلك القبول الذي وضع للشيخ محمود في قلوب الناس، فكنا إذا جهزنا لمهرجان أو حفلة كان يسأل عنه كل الناس، الصغير والكبير، النساء والرجال، عن حضور الشيخ محمود. فكان لحضور الشيخ محمود في الحفلة أو المهرجان للحفلة طابع خاص تطفي عليه السرور، تطفي عليه البهجة، فيكون المجلس نيرا بوجود ذلك الأخ الطيب. وربما بكى ذلك الشيخ الكبير، شيخنا الشيخ إبراهيم إبراهيم إمام مسجد فلسطين، عندما خطب الشيخ محمود في مخيمنا في مسجد فلسطين عدة خطب. فعندما ترك الشيخ محمود المسجد بكى ذلك الشيخ بكاء يعني يملأه الحب والحنان على تلك اللمسات التي وضعها الشيخ محمود في قلوب الناس. الحج هو الدورة العملية على الجهاد في سبيل الله، والحج مرتبط ارتباطا وثيقا بقضية العرب والمسلمين الكبرى، والتي هي قضية الأقصى والقدس. فهناك معامل ربط كثيرة تذكر في كل سنة حجاج بيت الله ببيت المقدس. فبيت المقدس هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وبيت المقدس هو المحل الذي نزل به المصطفى في رحلة الإسراء والمعراج، ومنه عرج إلى السماء. وشاءت إرادة الله أن يكون المعراج من هذه البقعة الأرضية إلى علياء السماء، لكي تبقى في أذهاننا رمزا بأنه إذا أردت العروج بكل صور العروج فلن أنجح إلا من هذه الأرض وإلا من هذه البقعة بالذات. وأي محاولة لعزتنا واستمداد كرامتنا، أي محاولة إن لم تبتدع من هذه البقعة فلن ننجح في عروجنا وارتقائنا أبدا. لقد زار الداعية عددا من الدول العربية والإسلامية، وذلك في مراحل زمنية مختلفة، وتواصل مع شخصيات دعوية لها حضورها في ساحة العمل، وقد لعب هذا الأمر دورا هاما في إيصال صوت الدعوة والتعرف على التيارات المتعددة عن قرب. وكلما ازدادت معرفته بالتيارات والجماعات والحركات الإسلامية ازداد يقينا بأن المشكلة تكمن في تعدد اللافتات والمسميات،
وأن الحل في العودة إلى المسمى الذي اختاره الله لنا، ألا وهو الإسلام. وقد ساهم في سرعة تطور فكر الدعوة المحاضرات واللقاءات الحوارية المكثفة التي عقدت في بعض منازل ومساجد أحياء حلب، وقد تميز جامع التوابين في حي الصافور بمحاضراته التأصيلية. أعهده منذ الصغر أنه كان متميزا بين أقرانه، لمست فيه هذا التميز منذ سن مبكرة، وهذا الذي جعل له بداية مشرقة ونهاية مشرقة. تزوج من زوجته الأولى في عام 98 و900 وألف، ورزق بأربعة أطفال: جلنار والقعقاع والخنساء وسيف الله. وخصص المنزل المجاور لسكنه في حي الصافور كمقر ثابت للدعوة، حيث وفد إلى الشقة أعداد كبيرة من المناصرين والمتسائلين لتدور على إثر ذلك حوارات بناءة وهادفة. إن قلت تسقي أو قلت تحيي والجميع تزوج، ومن السنة أنا قد أعد شراعي أهلا أبا القعقاع، دوك مشرق وبكم يلد. لا تصالح يا بني يا قعقاع يا سيف الله، لا تصالح، فلقد أقسمت أني لن أصالح، فلقد أقسمت أني لن أصالح. ليس ثأري لانتقامي وحده، لم يعد ثأري لقلب طعنوه، لم يعد ثأري لقلب خذلوه، إنما ثأري لجثمان الكرامة. هكذا الأخلاق في عرف المقاتل، هكذا التاريخ يرضى أن أقاتل، هكذا النخوة في عرفي أنا، لا أرى في عرفهم غير التخاذل. لا تنازل، لا تنازل، لا تنازل. صار ثأري لوجودي، صار ثأري لوجودي في قيامي وقعودي. ولدي، ولدي، من يهاب البحر يبقى جثة فوق السواحل. لا تنازل، لن أصالح، لن أصالح، ولأكن في عرفهم يا بني جاهل. إنهم قوم يرضون الخنوع ويريدون لسيفي أن أبيع، ويريدون دمائي أن تضيع. كل فرد منهم يبكي على ملك أقامه، وأنا وحدي هنا معي الأحرار نبكي على موت الكرامة. فلا تصالح، لا تصالح. فيد جامع العلاء بن الحضرمي، ومن اختيار الاسم نلحظ الإشارة إلى صحابي امتلأ قلبه يقينا بقدرة الله عز وجل، فتحول ذلك اليقين لخارقة جعلته يسير على الماء، وهذا له دلالة واضحة على سعي الداعية لجعل المستحيل ممكنا وجعل الحلم حقيقة، وذلك باليقين بالله عز وجل مصحوبا بالعمل والجد.